في مدينة دير البلح بوسط غزة يشعر النازحون الفلسطينيون من شمال غزة بالخوف بسبب أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم بالإخلاء مرة أخرى. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 1.8 مليون من سكان غزة قد نزحوا داخليا، أي أكثر من 3/4 سكان القطاع. أبوي أنا مقعد، أبويا مقعد، يعني لما بده ينقل بده 4 يمسكوه. طب إيش كل شوية بدنا ننقله إحنا من مكان لمكان؟ حددوا لنا مكان آمن وإحنا بدنا نقعد فيه. إحنا ما إحنا أب إحنا المدنيين ما لنا ذنب. قصفوا دورنا وقتل أطفالنا ودمرونا وهججونا هنا، ولقيتها طلعوا لنا قرار جديد بدهم يعملوا البلوكات، وهذا البلوكات إحنا ما بدنا إياها. ما احنا بنعرف ايش معنى هذه كلمه بلوكات. احنا بدنا نرجع على بلادهم اراضيهم، واحنا نرجع اراضينا. احنا بنعرف ان الجيش الاسرائيلي عمل فينا هيك، ما طلعنا من اراضينا ولا من دورنا، متنا فيها، لان الشهاده احسن من هذ اللي ذلونا اياه. بيحكي من الشمال يجوا على الجنوب علشان منطقه امنه. ما فيش منطقه امنه ابدا في قطاع غزه، ان كان رفح او خانونس او غزه كلها امنه، يعني ما فيش اي منطقه امنه.